هناك موقع دردشة مثل موقع الفيسبوك وهو الآن تحت الإنشاء، ويريد مشتركين، ومن يأتي مشتركين له يدفع مقابل له مال مش عارف كل شهر. ما العلم أن الغرض من هذا كثرة عدد المشتركين ليشتهر إلى غير ذلك. يا إخواني، الفيسبوك ومواقع الدردشة وما إلى ذلك، أخشى أن تكون هناك جهات استخباراتية بتحاول أن تستغل هذه المواقع. أيام زمان كانوا بيبعتوا الجواسيس لمصر علشان يعيشوا بين الناس، يسمعوا كلامهم وأمثالهم ونكتهم وقفشاتهم ومواقفهم ويدرسوا أحوالهم. والجاسوس اللي يتمسك بعد ما ياخد على قفاه يتعلق من رقبته ويتشنق، ويقول لك ده جاسوس ويتشنق. دلوقتي كل حاجة عندي بيت ايه؟ بتتفضح. ده الراجل ممكن يتكلم عن أبوه وأمه وإخواته، ده ممكن يتكلم عن الأمراض الموجودة عنده، ده ممكن يتكلم عن مشاعره وأحاسيسه لزمايله، وزمايله كذا يحط صورته وصور زمايله. النت ده عبارة عن مصيبة ابتلي بها العالم لصالح الجهات الاستخباراتية الخبيثة التي تريد جمع المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة. فاللي يدخل هذه المجالات يدخلها بحكمة وما يتحاولش يتخرط، ونسأل الله تعالى العافية.